الوزارات الشاغرة، أبرزها الوزارات الأمنية. وبعد إعلان تقارب وجهات النظر بينهما، أعلن مرشح الداخلية فالح الفياض تنازله عن الترشيح للمنصب. وبعد أن كان المتلقي يفهم أن الخلافات بين تحالف الإصلاح والإعمار وتحالف البناء، لكن على ما يبدو أن الخلاف الأساسي بين الفتح وسائرون كبرى الكتل في التحالفين، تساؤلات عدة بحاجة إلى أجوبة، منها ما هو موقف الكتل السياسية الأخرى في تحالفي الإصلاح والإعمار والبناء من تفاهمات سائرون والفتح على انفراد؟ هل القرار هو قرار الفتح وسائرون في المشهد السياسي دون الكتل الأخرى؟ هل الكتل السياسية فوضت كتلتا الفتح وسائرون بإجراء حوارات وحسم القضايا العالقة؟ أين كتلة النصر وأين دولة القانون؟ وما هو موقف كتلة المحور؟ وماذا بشأن الحكمة وباقي الأحزاب والكتل في التحالفين الكبيرين اللذين يتصدران المشهد السياسي في الحكومة والبرلمان؟ خلونا نتابع قبل ما ننتقل إلى ضيوفنا ما عده لنا الزميل محمد سعد. حوار الفتح سائرون أذاب تمسك الفياض أخيرا بمنصب وزارة الداخلية، تأكد ذلك من خلال خبر تنازله عن الترشيح للمنصب دون الحديث عن بديل لذلك، لكن المصادر تحدثت عن أن الفياض استحدث له منصب وزير الأمن الوطني وإضافة صلاحيات أمنية لمنصبه الجديد بحسب المصادر السياسية التي تحدثت عن ذلك، وأضافت أن الحوارات السياسية بين الفتح وسائرون اتفقت أيضا على الهيئات المستقلة والتي من يشغلها يكون بدرجة وزير. لم يأتي تأكيد رسمي على معلومة أن الكتل السياسية أعطت لعبد المهدي حرية اختيار شخصيات لشغل ثلاث هيئات مستقلة. كذلك الحال، لم يتحدث أحد عن مصير باقي الهيئات التي ستدخل المحاصصة السياسية لا محال بين الكتل لتتقسم وفق ما تقوله الكتل استحقاق انتخابي، ووفق ما يراه المواطن تقاسم مصالح حزبية. أحد نواب الفتح أكد بأن اللجان المشكلة بين سائرون وكتلتهم حسمت التصويت على مرشحي أربعة وزارات شاغرة، وأنهت جميع الخلافات، وستشهد أولى جلسات البرلمان من الفصل التشريعي الجديد التصويت على تلك الوزارات بتوافق جميع الكتل. خلافات اختزلتها كتلة الفتح المنضوية مع كتل عدة في تحالف البناء، وكتلة سائرون هي الأخرى منضوية ضمن تحالف الإصلاح، ولم تبدي أي من الكتل الأخرى المنضوية في التحالفين موقفا من حوارات سائرون والفتح. وربما أن الوزارات المتبقية لم تكن من حصصهما، وإلا فلا صمت أمام استحقاق كتلة تفاوض عنها كتلة أخرى. مشهد سياسي تتقدم فيه سائرون مصطحبة معها الفتح في حوارات مكوكية تسبق جلسات البرلمان من أجل حكومة تشكلت باتفاقهما، وما يجري إلا استكمالا لكابينة حكومية كانت قد تشكلت لو تحالفت الكتلتان، لكن الخصومة لم تمكنهما إلا بإجراء تفاهمات دون اندماج أو تحالف. لبرنامج المشهد الأخير، محمد سعد. رحبوا معي مشاهدينا بضيوفي، كل من السيد محمد العقيلي القيادي في ائتلاف دولة القانون، والسيد المهندس محمد هادي الجنابي عضو تحالف سائرون، وأكيد راح ينضم لنا لاحقا السيد محمد الحسيني عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ بك سيد العقيلي. أريد أعرف شنو موقفكم في دولة القانون من اجتماعات سائرون والفتح؟ البعض ينظر إلى المشهد السياسي بعد اجتماعات المكثفة بين الفتح فتح وسائرون أن هناك تهميش لدولة القانون وللكتل المنضوية تحت خيمة البناء. شكرا جزيلا ست هيفاء على هذه الاستضافة، تحية للأخ محمد وتحية إلى الضيف الآخر وكذلك إلى مشاهدات ومشاهدي قناتكم الموقرة. في دولة القانون لدينا أولويات، وهذه الأولويات هي تعتبر من ضمن الثوابت في المنهاج السياسي والمسار السياسي لدولة القانون. من ضمن الأولويات هي
أن تكون العملية السياسية فيها استقرار، فيها اشتراك للشركاء السياسيين في اتخاذ القرارات التي تسند عمل البرلمان وتسند عمل الحكومة، بالإضافة إلى الجو العام المناخ السياسي يفترض أن يكون هادئ وغير عاصف في المشكلات السياسية. الأمر الآخر هو أن تكون هناك حكومة تؤدي ما عليها من واجبات ومهام باتجاه المواطن، وأن تكون حكومة نتائج لا حكومة أهداف فقط نصل إلى الأهداف وبدون مخرجات وبدون نتائج إلى المواطن. أضف إلى ذلك نقطة ثالثة، من حق أي كتلة سياسية أن تتفاهم وأن تتحاور مع مثيلاتها من الكتل السياسية، على شرط أن تكون لهذه الحوارات والنقاشات مخرجات ملموسة، لا فقط للاستهلاك الإعلامي أو للتقارب السياسي لمصلحة معينة قريبة. يفترض للتفاهمات والحوارات، أنا أتكلم بصورة عامة، لا أتكلم عن التقارب الأخير ما بين الفتح وسائرون، لكن أتكلم بصورة عامة، يفترض أن تكون مخرجات. النظام في العراق هو نظام سياسي، نظام برلماني، أي الحراك السياسي داخل قبة البرلمان أو ما يتمخض من خارج قبة البرلمان لداخل قبة البرلمان يفترض أن تكون فيه مخرج. يعني مثلا تقارب الأخوة الفتح وسائرون قبل تشكيل الحكومة وتفاهمهم، وأتى السيد عادل عبد المهدي بتكليف من قبل الكتلتين السياسيتين، لم نرى مخرجا مثلا فصل تشريعي كامل، لم تكن هناك يعني قوانين مشرعة عدا قانون الموازنة، ولولا هناك تمديد إلى الفصل التشريعي لما كان هناك يعني حتى التصويت على قانون الموازنة. هذا جانب. جانب ثاني، اللجان داخل قبة البرلمان لحد الآن تدار بكبار السن، ما تدار بأنه يتم الاختيار، وهذا جو سياسي عام غير مستقر، الحكومة غير مكتملة الأركان، لا زالت الخلافات. فبالتالي هذا التقارب والتفاهم أقصد يفترض أن يعطي مخرج، يفترض أن يعطي نتيجة. يعني نحن ككتلة دولة القانون نبحث عن النتائج إلى المواطن، إذا كان حراكا سياسيا أو إذا كان عملا حكوميا أو نتاج برلماني، يفترض للمواطن أن يتنعم، أن يتلمس، أن يرى أن هذا الحراك الموجود ينعكس عليه بالإيجاب. لكن إذا لم تكن هناك مخرجات، فمن حق دولة القانون أن تؤشر على نقاط وتذكر الشركاء السياسيين بأن أي تقارب ما في منتج أو مخرج بالتأكيد هو استهلاك للوقت. هذا جانب. ثانيا قد يضر بالجو السياسي العام. ثالثا قد يستقطب، تكون هناك استقطابات سياسية أخرى من كتل سياسية. يعني مثلا الفتح وسائرون كم تشكل العدد؟ 103، 110، 120، هذا مو نهاية المطاف. نعم، لأن يعني احنا عندنا برلمان عدده 329 وباقي الكتل السياسية كيف؟ نحن مع الحراك السياسي، نحن مع التفاهم السياسي. لكن قبل ما انتقل للسيد يعني محمد هادي، اريد اعرف موقف دولة القانون. موقف دولة القانون، يعني انا اسمع من خطاب السيد المالكي أن تصريحات السيد العامري لا تمثل كتلة البناء، انما تمثل وجهة نظر الفتح والسيد هادي العامري. يعني هذا ينطينا انطباع انه هناك قرارات ربما بعيدة عن كتلة البناء. شوفي ستيفا، بالجو العام لكتلة البناء أو لكتلة الإصلاح، هو في جو عام والكل ملتزم بالأسس، لكن تبقى خصوصية كل كتلة سياسية داخل الائتلاف داخل التحالف أن تتفاهم وأن تتحاور وأن تتناقش مع باقي الكتل السياسية، سواء كان داخل الائتلاف المنضوية فيه أو الائتلاف المقابل أو مكونات سياسية أخرى. كدولة قانون لا نمانع هذا الحال، لكن لو كان هناك تفاهم، لو كان هناك يعني علم بالمخرجات على الأقل، لكانت هناك تكون حالة التشارك والتعاضد في اتخاذ قرارات سياسية. الآن نحن نفتقد إلى القرار السياسي في العملية السياسية، لذلك العملية السياسية ما عادت منتجة إلى قرار. يعني مثلا يعني هذه اللقاءات أنا يعني أستنتج من كلامك سيد العقيلي أنه هذه اللقاءات بين الفتح وسائرين هي لقاءات ربما بروتوكولية أو إعلانية، هذا الأفهم من كلامك. ننتظر النتائج إذا كانت عكس هذا نعم، إذا كانت أو بدليل أنا ضربتك مثل التقارب أنتج الحكومة، لكن لا الحكومة قدرت تأدي ولا البرلمان أدى.
نبارك لهذا التقارب، لكن على شرط أن يعطي نتاج. نعم، خلي هذا النتاج اللي يريده. خلي أشوف السيد محمد، هذه سيد محمد، يعني هناك تقارب كبير بين فتح وسائرون. البعض يتحدث، يعني خلي أحكي بالعامية، يقول هناك اتفاقيات استراتيجية حول الرئاسات، رئاسات اللجان البرلمانية، حول أيضا الهيئات المستقلة، حول قوانين معطلة. والبعض يتحدث أيضا هناك اتفاق حاسم حول الوزارات الأمنية الشاغلة الدفاع والداخلية. شلون ممكن نفهم الاجتماعات المكثفة بين الفتح وسائرون بعيدا عن كتلة الإصلاح والإعمار؟ يعني ورئيس الكتلة هو السيد عمار الحكيم، لم يكن وجود لتيار الحكمة ولا للسيد عمار الحكيم في هذه الاجتماعات. نعم، شكرا لك ولضيفي وزميلي الأستاذ محمد ولمشاهدين قناتكم الموقرة. سائرون وكتلة الإصلاح والإعمار بصورة عامة متماسكة في قراراتها وتوجهاتها ومشروع الإصلاح الذي تبنيناه، لكن هذه الاجتماعات هي اجتماعات توافقية، كون كتلة سائرون هي النواة التي تشكلت بها كتلة الإصلاح والإعمار، وكتلة الفتح هي كتلة النواة التي تشكلت كتلة البناء، وهم الفائزين الأول والثاني. وكان التقارب مثل ما ذكر الزميل الفاضل في كتلة البناء أنه هو توافقوا على تشكيل الحكومة والسيد عادل عبد المهدي والبرنامج الحكومي، لكن حصل اختلاف عندما أتينا إلى ثماني وزارات الأخرى لكون تحفظنا على بعض الشخصيات التي رشحت وفرضت من قبل كتلة السياسية في كتلة البناء على السيد عادل عبد المهدي، ونحن تحفظنا على السيرة الذاتية بسبب هناك عدم كفاءة وعدم نزاهة وعدم مهنية، ونحن مشروع الإصلاح لم نجا من أنفسنا كسائرون، لم نرشح أي شخصية لأي حقيبة وزارية، نحن نقيبين على الحكومة والسيد عادل عبد المهدي وأعطيناه الوقت والحرية في اختيار، لكن هناك يعني يجب أن يكون رقيبين كون ما مثل ما الشارع العراقي رقيب على سائرون. نعم. الذي تشكل سائرون من خلال الاحتجاجات الشعبية والمطالب الشرعية للمواطن العراقي في بغداد والمحافظات، وكتلة سائرون ليس كتلة سياسية بقدر ما هو نبض الشارع العراقي الذي انتخى بكتلة سائرون وبسماحة السيد مقتدى الصدر وبالتيارات المدنية التي انضوت فيها من الحزب الشيوعي والتجمع الجمهوري العراقي بزعامة الأستاذ سعد عاصم جنابي وكتل مدنية أخرى. لذلك تحالف سائرون عندما يجتمع، وهو اجتماع أو اجتماعين، لوحدت النقاط التي ذكرها من أجل حل مشكلة المحافظات ومشكلة رئاسة اللجان ومشكلة إكمال الكابينة الوزارية، وكذلك يكون الاقتراب إلى الشارع العراقي والمواطن العراقي وحل المشاكل والأزمات والمشاريع. لكن سيد محمد العقيلي طرح نقطة مهمة جدا، هذه الاجتماعات ربما تنطي للمتلقي انطباع هذه اجتماعات بروتوكولية أو إعلانية، لأن لهذا اليوم ما شفنا في التطبيق على أرض الواقع. لحد هذا اليوم لم تشكل اللجان، رئاسات اللجان، الهيئات المستقلة، الوكالات، ضعف الحكومة، خلينا نتحدث بكل صراحة، ما كان لها دور فاعل وإيجابي حقيقي. يعني شنو اللجان راح تفرز بالأيام القليلة القادمة؟ نعم، هذا سبب تأخير تشكيل الحكومة واللجان والمشاريع والمعطل بسبب فرض وكسر الإرادات لبعض الكتل السياسية التي ادعت بأنه استحقاق انتخابي، وطالبت السيد عادل عبد المهدي بفرض مرشحين معينين على وزارة دون وزارة أخرى. تحمل البناء، تحمل البناء. طبعاً البناء والبناء كتلة، نحن ككتلة إصلاح وإعمار ليس لدينا، خصوصاً الحكمة وسائرون، ليس لدينا أي حقيبة وزارية، لم نتسلم، وهناك تماسك في كتلة إصلاح وإعمار، وتقاربنا إلى الفتح هو تقارب إلى البناء. لكن بعض الكتل يعني في البناء سيدة فاضلة، هناك أكو خلافات داخل كتلة البناء من خلال ترشيح هناك السيد هذا العامل ذكر نحن لم نصر على ترشيح شخصية وخصوصا الداخلية، وكذلك سيد رئيس الوزراء ألقى الكرة في ملعب البناء. نحن ليس اعتراض على شخصية معينة، لكن هناك يعني معيارية اختيارية من كتلة البناء ربما في الكابينة الوزارية وربما في عمل الحكومة، هذا الأفهم من كلامك. كان هناك توافق، لكن عندما وصلت إلى إكمال الكابينة الوزارية ورئاسة اللجان والمحافظات أصبح هناك بعض المشاكل بين كتلة البناء التي ظهرت على الساحة. يعني خلي أنتقل إلى السيد محمد الحسيني. سيد محمد، يعني هذا اليوم خلي نتحدث بكل صراحة، رئيس الإصلاح والإعمار هو السيد عمار الحكيم، لم نشاهد السيد عمار الحكيم في هذه الاجتماعات المكروكية بين الفتح وسائرون، وين دور رئيس الإصلاح والإعمار؟ ليش ما كان له دور؟ اليوم تشكل لجان خاصة من كتلة السائرون
وكتلة الفتح بعيدا عن رئيس الإصلاح السيد رئيس كتلة الإصلاح السيد عمار الحكيم. ما أريد جواب دبلوماسي، أريد جواب حقيقي. هل هناك امتعاض من السيد عمار الحكيم بسبب انسلاخ سائرون من كتلة الإصلاح والإعمار والذهاب إلى كتلة الفتح، ربما هاي نواة لتشكيل كتلة أكبر بالمستقبل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية مساء الخير عليكم ست هيفاء وعلى ضيفيك الكريمين وعلى المشاهدين جميعا. طبعا أعتذر عن التأخير اللي كان بسبب ظروف خاصة. حقيقة سماحة السيد عمار الحكيم وقبل 10 أيام تقريبا أطلق مبادرة، وكان مضمون هذه المبادرة أن يكون هنالك لقاءات بين قادة من البناء وقادة من الإصلاح. نعم. لم يقل أطلب أنا لقاء قادة الإصلاح، لقاء قادة البناء عفوا، وإنما قال لقاء قادة بين الإصلاح وقادة من مع البناء. أريد أصحح لك سيد محمد، أريد أصحح لك هذه المبادرة. بعد أنا خلي أتحدث كإعلامية ومراقبة للشأن السياسي. هذه المبادرة للسيد عمار الحكيم هي بعد لقاء كتلة السائرون وكتلة الفتح يعني، وأيضا كان هناك لقاءات. لا أبداً قبلها لقاءات أبداً كان أيضا أبداً هناك لقاءات كثيرة يعني كان هناك لقاء في مقر كتلة السائرون وأيضا في مقر كتلة الفتح يعني، وبعدها أطلق السيد عمار الحكيم. تفضل ست هيفاء. ابدا اختلف معك في هذه المعلومه. انا في وقتها حينما اطلق سماحه السيد هذه المبادره قبل 10 أيام او اكثر، اسبوعين تقريبا، كنت مرافق لسماحه السيد عمار الحكيم في المؤتمر العشائري اللي كان حاضر بي واللي من خلاله اطلق هذه المبادره. اليوم احنا يعني بصراحه مطلعين على هاي التفاصيل ومطلعين على هذه الحوارات ومطلعين على قرارات الهيئه السياسيه لتحالف الاصلاح والاعمار واللي تدفع بهذا الاتجاه. اليوم يجب أن يكون عندنا كتحالف إصلاح وإعمار لقاءات مع البناء على مستويين، على مستوى تحالفي وعلى مستوى قوة مكونة للتحالف. يعني اليوم إحنا على سبيل المثال قبل أسبوع تقريبا كان أكو لقاء بين السيد الحلبوسي وبين سماحة السيد عمار الحكيم. اللقاء كان مع سماحة السيد عمار الحكيم يعني مو مع قوى الإصلاح. هذا لقاء يعتبر مع الحكمة، مع أحد قوى الإصلاح والإعمار. اليوم نفس الشيء نقدر نسحبه على هذا اللقاء، وهذا اللقاء يتفق تماما مع قرارات ومع رؤى الهيئة السياسية في تحالف الإصلاح والإعمار، ومع التصريحات والمبادرة التي أطلقها سماحة السيد عمار الحكيم. ونعتقد أن هذا النوع من اللقاءات في هذا التوقيت مهم جدا وضروري. نعم. من أجل تقريب وجهات النظر، من أجل حلحلة الإشكالات السياسية التي ألقت بظلالها على الواقع الحكومي. نعم. وعلى إكمال الكابينة الحكومية. أنا كنت أتمنى أستاذ محمد الأمر على ذلك، كنت أتمنى أنه جاوبني جواب مو دبلوماسي يعني بصراحة. لا لا ست هيفاء، كنت أتمنى جاوبني جواب يعني. لا لا جواب، لأن نقطة مهمة جدا. السيد الحلبوسي من يلتقي السيد عمار الحكيم فهو رئيس البرلمان يعني، والسيد عمار الحكيم أيضا شخصية سياسية كبيرة. خليني أنتقل للسيد محمد العقيلي حتى ناخذ كواليس الأمور اللي ربما أنا أعرفها وأنت تعرفها بس ما أريد نفصح بها بالإعلام. تفضل سيد محمد العقيلي، خليني نتحدث بكل صراحة. تحدث السيد محمد هادي كلام مهم جدا، قال لك أنه سبب الخلاف الرئيسي ربما يعني ولقاء سائرون مع الفتح هو تمسك كتلة البناء بشخصيات كانت مرفوضة من كتلة السائرون، وهذا ما أدى إلى هذه الاجتماعات الأخيرة. لا يعني هو مو كتلة البناء، يعني كتلة البناء رشحت الأسماء اللي كانت أسماء عليها فيتو يعني من قبل، لكن السيد رئيس مجلس الوزراء هو من تمسك بالأسماء، السيد عادل عبد المهدي. فبالتالي تمسك رئيس الوزراء فيفترض الخطاب يكون موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، لماذا التمسك بهذه الأسماء؟ هذه نقطة. زين طيب، النقطة اللي مثلا وزيرة التربية اللي تم التصويت عليها طلعت ارتباطات مع داعش، هو من اللي اختارها؟ أوكي رشحت من كتلة، وين الفلترة للحكومة حتى تفلتر هذه الأسماء؟ طيب الخطاب ليش ما توجه على رئيس الوزراء اللي تم الاختيار للوزيرة اللي تم التصويت عليها؟ نعم، قال لك هناك كان يوجد ضغوطات من كتلة البناء على رئيس الوزراء يعني، ماكو ضغوطات، وهذا ما أدى إلى ربما رئيس الوزراء امتعاض كتلة السائرون من هذا الأمر. عندما تم التصويت على 14
وزارة في الدفعة الأولى نص كلام السيد رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب، قال راح أفلتر كل الأسماء اللي تم التصويت عليها، وراح أفلتر على كل الأسماء الباقين من الـ 22 يعني اللي لم يصوت عليهم. يعني الأمر كله بيد رئيس وزراء. لماذا هذا الموضوع باتجاه كتلة البناء هي التي طيب نجي مرة فرضا الأخ محمد قال إحنا ما عندنا وزارات وما نطالب بالمحاصصة، والكتل اللي طالب بالمحاصصة إحنا ما نتفق معها. طيب الفتح عندهم وزارات لما عندهم وزارات؟ أكيد عندهم والوزارات. طيب أنتم بتقولون إحنا ما عندنا وزارات وما نروح باتجاه من هو اللي أخذ الوزارة؟ طيب ما هو الفتح عنده وزارات. أقصد سائرون وأقصد الإصلاح والعمار. الفتح منضوي مع كتلة البناء. أوكي أنت هسه عن سائرون. أوكي أنت هسه تقارب مع من؟ تقارب كإصلاح مع الفتح مع كل البناء، لكن البناء لديها توجهات خارج مشروع إصلاح. موضوع الحلقة وين هسه؟ الإصلاح والبناء لو الفتح وسائرون. الفتح وسائرون. رحم الله والديك. كسائرون كسائرون. يعني القلب النابض للإصلاح والإعمار، وهناك تماسك وقرار واحد ومتفقين. ذكرت التقى السيد حلبوسي في عمل حكيم أيضا التقى في الهيئة السياسية لسائرون. أستاذ محمد العملية السياسية بالعراق ما بها قلب نابض وقلب غير نابض. أثبتت فشل العملية السياسية إذا كان هناك جو يؤخذ بغياب باقي الأجواء. احنا اليوم عندنا تعاضد، عندنا تشارك. السيد عادل عبد المهدي اجى باتفاق وباركت له كل الكتل السياسيه. نعم. لو لم تكن هناك يعني مباركه وموافقه على السيد عادل عبد المهدي ما كانت حكومه السيد عادل عبد المهدي ان تتماسك الى حد هذه اللحظه. طيب بما انه اكو جو اكو مناخ، بالعكس انا هذا التقارب بين سائرون والفتح، انا كدوله قانون انظر الى اريد استثمره، أريد أستثمر أن يخلق لي جو من الاستقرار السياسي أكثر من هذا الاستقرار. هذا إذا كان مع الشركاء السياسيين، لكن إذا كان ولو أعتقد ما كان هو بهالشكل، نتكلم بنظرية الاحتمالات، إذا كان بمعزل وبعيد الإبحار عن باقي الكتل السياسية، عن باقي الشركاء في التحالفين وباقي المكونات السياسية، أنا أقول لكم إحنا كنظرة دولة قانون ذاهبين إلى مشكلة سياسية. نعم. هذا أمر. أمر يعني؟ أمر يعني هذا تهديد؟ مو تهديد مثلاً. لا إحنا حتى يعني لا مثلاً ننظر للقضية بالنظرة المعارضة السياسية. نعم. أنا من أتنبأ إلى مشكلة راح تصير، والشركاء شركائي بالعمل السياسي رايحين باتجاه أنا قاعد أشوف الطريق ملغوم. من حقي ومن واجبي المعارضة البناءة أن أقول هذا الطريق مو طريق صحيح. نعم. بقد الشركاء يأخذون بي ما يأخذون بي، لكن إذا مشوا بي وطلع الطريق مو صحيح، إذا مشوا بي وماكو نتائج للجمهور. نعم. طيب يتحملون مسؤولية زين، وبعدين الجمهور شو يسوي بالمسؤولية؟ مثلا أي كتلة من الكتل قاعدة تتحمل المسؤولية، وبعدين إحنا اليوم نريد بغض النظر عن المسؤولية نريد مخرج، نريد نتيجة، ما نريد أهداف. الأهداف وصلنا لها. نعم. وصلنا إلى تشكيل الحكومة هدف، وصلنا إلى تشكيل البرلمان هدف، الانتخابات قبل هدف، لكن النتيجة من ذني وين؟ ما عندنا إدارة النتائج. نعم. كدولة قانون نبحث عن إدارة النتائج للمواطن. المواطن دي ينتظر. نعم. الفترة يعني تتوقع أنه الفترة تتوقع لي. أنه الاجتماعات المكثفة بين الفتح وسائرون ستخرج بنتائج؟ أنا أتمنى على أرض الواقع. أنا أتمنى تذهب باتجاه النتائج، وهذا كسب للعملية السياسية. نعم. كسب للعراق. نعم. كسب للشعب. تتمنى. أتمنى. نعم. لكن أنا عندي سابقة من قبل هذا التقارب ما بين فتح وسائرون ما أنتج إلي شيء. نعم. خلال أكثر من شقد 4 أشهر 5 أكثر. أكثر. نعم. ما أنتج لي فتح شيء. زين طيب أجي أطبق نفس المعادلة فتح وسائرون اللي ما أنتجت، أجي أطبقها هسه؟ خو بالعكس هاي المعادلة. نعم. تجربة مرينا بها. تعتقد هاي التجربة فاشلة؟ نقيم تجربة فاشلة. لا ما أريد أقول فاشلة. بس لا أشياء بالعامية. بس فاشلة. نقيمها وبعدين نقومها. نعم. نقيم يقول وين الفشل مالتنا؟ ما أنتجت عندي بالبرلمان قانون، ما أنتجت لي يعني تسمية إلى رؤساء اللجان. نعم. ما أنتجت لي حكومة كاملة الأركان، إذن أكو خلل. نعم. أجي أشخص. نعم. على الخلل وأنطلق إلى طريق. نعم. النجاح. نعم. هذا إدارة النتائج كدولة قانون ننظر إلى الموضوع بإدارة. نعم. النتائج. نعم. اللي نريدها. نعم. هاي نقاط مهمة جدا لازم تجاوبني عليها أستاذ محمد هادي. يقول لك التقارب مو مهم،
بقدر ما مهم بقدر ما مهم النتائج. هل راح تخرج فتح وسائرون بنتائج عملية على أرض الواقع؟ لو هذا اليوم اجتماع فقط يقول لك أكثر من 6 أشهر متقاربين فتح وسائرون، لكن ما أدت هذا التقارب وما أدى هذا التقارب إلى نتائج على أرض الواقع، لا بقانون ولا أيضا شنو؟ لجان رئاسة لجان وأيضا ولا حكومة مكتملة. يعني هذا كلام ونقاط مهمة جدا. نعم سائرون، يعني انا تحدثت باسم سائرون والاخ استاذ محمد تحدث باسم الحكمه وقال انه احنا متماسكين. قبل ساعه على نشره الاخبار عضو بالدوله الوطنيه هو الاستاذ حيدر المولى ايضا ذكر تماسك في الاصلاح والاعمار ونحن متفقين. نتحدث عن سائرون. نعم. سائرون والفتح هناك التقارب، يعني النقاط الاهم اللي اتفقنا عليها هو حل حالة المشاكل السياسيه والخلافات السياسيه التي عصفت بالبلاد، ازمات تعصف بها المحافظات، مجالس المحافظات والمحافظين، رئاسات اللجان واللجان، المشاريع المعطلة، المواطن ده ينتظر يأمل من سائرون أو من فتح أو كتلة الإعمار والإصلاح والبناء بصورة عامة. إحنا ما ننتظر شخص رشح 3 أشهر ينفرض من كتلة معينة على وزارة أخر الحكومة 3 أشهر. ليس التحفظ يعني على شخص وإنما نعم. هذا لغة الفرض. نحن رفضنا المحاصصة السياسية ومحاصصة طائفية 15 سنة دمار بدمار الشعب العراقي. إلى متى نجيب؟ أكو مثلا يقول لك قليل ومستمر خير من كثير منقطع. احنا سائرون توافق ويا الفتح حتى نحل المشاكل، نقترب الى المواطن العراقي. اهم النقاط وذكرها السيد هادي العامر، نحن يعني راح تطلعون بنتيجه، يريد نتيجه. نعم. يعني انا اقول لك اذا ماكو نتيجه انا راح اخرج، يعني قبه البرلمان اصبح القادمة معارضه، يعني تحت سوف يلاحظ سوف يكشف الشعب العراقي والكتله السياسيه قبه البرلمان القادمه سوف يكون هذا التوافق وهذا الاجتماع وهذه اللجان هو من اجل حل حاله المشاكل السياسيه وملاءات السياسيه وملاءات الدول الاخرى لاكمال الكابينه الوزاريه واكمال رئاسات اللجان واكمال المشاريع المعطله واقتراب المواطن العراقي وحل حاله مشاكل المحافظات التي لا تقل اهميه، وبعدها تاتي مشاكل الهيئات المستقله التي تكون يجب ان تكون استقلالياتها اكثر من الحقائب الوزاريه. يعني هذا الشيء اذا تحقق حل حاله الهيئات المستقله وايضا الغاء الوكالات، يعني فالشيء هذا كلش انجاز عظيم جدا. لكن اريد اسال كتله السائرون بالتحديد، يعني البعض يتحدث عن نقطه مهمه جدا، هناك موافقه من كتله السائرون على استحداث منصب للسيد فالح الفياض بديل وزارة الداخلية. هذا كله كلام عاري عن الصحة. نحن لا نريد أن نزيد كاهل المواطن العراقي وأبع الحكومة ومشكل وزارة وموازنة وميزانية وموظفين على لإرضاء سياسي لإرضاء كتلة لإرضاء شخص. موجودة وزارات أمنية وأمن الوطني وحشد الشعبي والمستشار الوطني. لا نحتاج سؤال. أريد أسأل السؤال، يعني قبل ما أنتقل للسيد محمد الحسيني، يعني السيد فالح الفياض اليوم نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، يعني هاليوم هذا منصب جديد للسيد فالح الفياض وقريبا راح يعلن. هو نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، وهو هاليوم مسؤول الملف الأمني، مستشار الأمن الوطني. يعني هاليوم السيد فالح الفياض موجود بالعملية السياسية، ليش هذا الإصرار على عدم وجود الفياض؟ هو موجود سيد تفضل. أولا مشروع الإصلاح والمنهاج الإصلاح اللي تبنيناه كسائرون واتفقت عليه الكتل السياسية إبعاد المحاصصة السياسية عن الحقائب الوزارية. قبة البرلمان قد يكون حراك سياسي، لكن الحقائب الوزارية خط أحمر على المحاصصة. لكن كتلة البناء فرضت شخصيات، يعني كتلة البناء معظم الكتل السياسية أرادت الاستحقاق الانتخابي وهذا حق دستوري. الآن الدستور والعملية الديمقراطية وهذا كل النظام البرلماني هو أصبح عبء على المواطن العراقي. يعني أصبح النظام الدكتاتوري هو يوصل خدمات المواطن أكثر من الديمقراطي. هذا الشعب العراقي يتكلم هذا الموضوع. لكن نحن كحقائب وزارية وخصوصا الأمنية وتغريدة سماحة السيد الصدر واضحة جدا، إن لم تأتي بكفاءة واستقلالية سياسية على هذه الحقائب الوزارية، إذا حصل مجاملة كما تشكيل الحكومة في المرحلة السابقة على كابينة وزارية، فلم يكن هناك مجاملة على هذه الوزارات المهمة أمن المواطن العراقي وأمن وسيادة العراق. اليوم تنازل السيد الفياض عن الوزارة، هذا شيء راجع له. خلي أنتقل للسيد محمد الحسيني. سيد محمد، يعني أيضا نتحدث عن هذا اليوم، ربما البعض يعني المتابع للشأن السياسي العراقي يشاهد هناك ضبابية بالموقف السياسي العراقي. مضت 100 يوم اللي وعدنا بيها
فيها السيد عادل عبد المهدي وما تحقق شيء من إنجازات. خلينا نتحدث كلام مواطن عراقي اللي كان ينتظر يعني الخدمات وينتظر الإعمار وينتظر التعيينات والعاطلين والبطالة، يعني هواية أشياء وعد بها السيد عادل عبد المهدي، لكن 100 يوم انتهت وما حصل المواطن منها أي شيء. 100 يوم الثانية راح تفرز يعني كتل تمضي وتتوحد حتى تدعم السيد عادل عبد المهدي لتحقيق برنامجها لتحقيق برنامجه الانتخابي، لو ايضا راح تمضي 100 يوم وما نحقق اي شيء. يعني بصراحه اليوم انت تحدثت انتم على درايه بكل تفاهمات سائرون والفتح ولديكم موافقه يعني ايجابيه حول كل ما يدور خلف الكواليس، تفضل استاذ. نعم حقيقه، اولا خلينا نثبت نقطه اساسيه. اليوم السيد عادل عبد المهدي لا يمتلك أي مقعد في البرلمان. أنا أتحدث عن برنامج حكومي سيد محمد، حتى لا نضيع الحلقة. أتحدث عن برنامج حكومي، أتحدث عن 100 يوم انتهت، أتحدث عن 100 يوم قادمة. يعني خلينا نتحدث بهذا المضمون. اليوم تبقى الكتل السياسية الحديث هذا مرتبط. نعم. هو الحديث هذا مرتبط شيء كل يعرف أنه ما عنده مقعد. إذا ما أسترسل ما الكل يعرف ما عنده مقعد، يعني نرجع للبداية. خليها على صفحة. نعم. لا ما هو مجرد استرسال في الحديث بهذا لا الموضوع. لا هاي في حتى معلومة معروفة، أريد معلومات أوكي. ما معروفة. أوكي أوكي أوكي. أنت عندك معلومات هواية بس ما تحكيها. على كل حال ست هيفاء، أولا يعني هذه الإنجازات اللي نتحدث عنها، الإنجازات الكبيرة، إعادة بناء البنى التحتية أو ترميم البنى التحتية وإصلاح العطب والخلل الذي أصاب الدولة العراقية، هذا ما يجي بكبسة زر ولا بعصا سحرية. نعم. يعني هذه عملية تراكمية. وخلينا نرجع إلى رؤساء الوزراء السابقين، يعني السيد المالكي أعتقد بعد أكثر من سنتين يلا قدر أنه يقول أنه أنا موجود وأنا دا أشتغل وبينت إنجازاته. نعم. عمل بين بعد سنتين. السيد العبادي كذلك، يعني بعد سنتين بين عمله، بين بين شغله في موقعه. هذه الإنجازات وبناء وإعادة ترميم الدولة وإعادة ترميم هياكل الدولة وإعادة صياغة المعادلات الحكومية، هذه ما تأتي بكبسة زر ولا بعصا سحرية، هذه عملية تراكمية. لكن هنالك بوادر خير، هنالك بوادر نعم. إيجابية تثبت أن الرجل صادق فيما قاله، صادق نعم. في وعوده نعم. وخصوصا فيما يخص بعض القضايا التي لا تحتاج نقطة. أنا لم أتحدث عن مصداقية السيد عادل عبد المهدي، أتحدث عن مصداقية الكتل السياسية سيد محمد الحسيني حتى لا نحرف الحديث، تفضل. هو هاي مؤاني كنت أحكي بهذا الموضوع، كنت أحكي بهذا الموضوع وقلت لي هذه معلومة موجودة عند الجميع وأنا أدري بها معلومة موجودة عند الجميع نعم. لكن هي مقدمة للحديث. الرجل ما عنده ولا مقعد. إذا نرجع إلى رؤساء الوزراء السابقين، رؤساء الوزراء السابقين كان عندهم 50 مقعد، 60 مقعد، 100 مقعد، 105 مقاعد، ورغم ذلك كانوا يعانون من الضغوط السياسية. الضغوط السياسية موجودة في كل مراحل العملية السياسية. نظامنا نظام برلماني، البرلمان له دور في توجيه بوصلة الحكومة. لذلك يعني اليوم إذا نتكلم على حكومة السيد عادل عبد المهدي، نعم أكو ضغوط من بعض القوى السياسية، من بعض الكتل السياسية. بعض الكتل السياسية لحد الآن لم تفهم استحقاقات هذه المرحلة. من الكتل حتى نحن ليش ليش خلينا نسمي الأسباب المسميات. الكلام واضح هسه. الكلام أقصد كتلة يعني البناء. أنا أقصد الكتل، كتلة البناء. أبداً أبداً كتلة البناء، كتلة البناء فيها جهات سياسية تفهمت طبيعة المرحلة واستحقاقاتها. يعني كتلة بدر ما استلمت أي وزارة، ما عندها أي وزارة في الكابينة الوزارية. وتحمل الباقي المسؤولية. نعم. على سبيل ما أحمل الباقين، بس أحمل بعض الشخصيات وبعض القوى السياسية اللي لحد هذه اللحظة متمسكة بأسقفها السياسية واستحقاقاتها الرقمية. نعم. وما فهمت طبيعة المرحلة اليوم. لذلك يعني الرجل عانى من ضغوط، فرضت عليه أسماء معينة، أسماء معينة كان يراد لها أن تمرر، أسماء كان أكو إشكالات كبيرة عليها وفيها خروج من الاتفاق اللي على أساسه تشكلت الحكومة. سيد محمد يعني أنا ما أريد هو يتداخل وياك، لكن نقطة مهمة جدا تحدث بها سيد محمد العقيلي، قال لك السيد رئيس الوزراء ما فلتر الوزراء اللي إجوا للكابينة الوزارية، وهذا كان خطأ من ربما السيد رئيس الوزراء أو ربما ضغط من كتل سياسية. أنا راح أنطيش مثال. نعم. أنا راح أنطيش مثال. خلينا نقارن بين الوزراء اللي جابهم السيد رئيس الوزراء
من خلال المساحة اللي خولتها اللي طتهيا بعض القوى السياسية، قالت له هذه مساحتنا وروح تصرف بها، اختار من تراه مناسبا. نعم. وبين الشخصيات اللي فرضت عليه من قبل قوى سياسية، إذا نجي إلى الشق الأول، الشخصيات اللي هو الرجل اختارها، شخصيات كفوءة، شخصيات تكنوقراط، شخصيات لديها سي في ممتلئ وتتفق مع الرؤية اللي وضعها الرجل. نعم. ولكن إذا نذهب إلى شخصيات أخرى فرضت على الرجل فيها ما هو جيد، فيها نعم. الشخصيات نعم. الممتلئة باختصار أستاذ محمد، اختصار أريد أسأل نعم. سؤال قبل ما أنتقل لسيد العقيلي، هل يوم تفاهمات كبيرة بين سائرون والفتح، السيد الفياض انسحب يعني من ترشيح، انسحب ترشيحه من وزارة الداخلية، سمعنا من نواب كثير بكتلة الإصلاح، واليوم السيد حيدر الملا تحدث، وأيضا السيد محمد هادي، وأيضا نواب من كتلة الإصلاح والإعمار، هناك اتفاق على أسماء وزارة الدفاع والداخلية، من هي الأسماء ويعني صحيح تم الاتفاق عليها؟ يعني لا، لحد الآن لا يوجد اتفاق نهائي، يوجد تداول لعدد من الأسماء. يعني بصراحة العملية ليست بالعملية السهلة، يعني اليوم خصوصا في هذين المفصلين، مثل ما نعرف بالنسبة إلى السيد فالح الفياض لم يكن الرفض في وقتها لشخص نعم. السيد فالح الفياض، بل كان رفض للمبدأ، المبدأ اللي على أساسه تشكلت الحكومة، الحكومة نعم. كان أكو نعم. شروط وضعها نعم. السيد عادل عبد المهدي نعم. وعلى أساسها قبل نعم. الترشيح، يعني ماكو اتفاق، ماكو اتفاق حتى يكون... بس الوقت لأن أخذت أكثر، ماكو نعم. اتفاق بين الكتل على الوزارة، اتفاق نهائي لا يوجد، لا يوجد، اتفاق لا يوجد. نهائي خليني أنتقل لسيد محمد، ولكن يوجد طرح للأسماء ومناقشة نعم. لهذه الأسماء، ولقاء واللقاءات اليوم بين قوى الإصلاح وقوى البناء تناقش هذه المفصلية، خليني أنتقل وإن شاء الله ستحسم هذه المفصلية. سيد محمد، هل يوم السيد فالح الفياض انسحب يعني من منصب أو ترشيح المنصب وزارة الداخلية، انتهت العقدة بين ربما البناء وأيضا السائرون والإصلاح، اليوم انتهت هذه المشكلة، تم الاتفاق على أسماء لوزارة الدفاع والداخلية، أسماء جديدة بعد هذه المشكلة؟ يعني البعض يقول أكو اتفاقات، والبعض يقول لحد الآن ما متفقين على أي شيء. يعني ما أعتقد بهالسهولة يتم الاتفاق على وزير الداخلية أبدا. مو بهالسهولة، مو شيروان الوائلي؟ ما أعتقد بهالسهولة. مو سيد شيروان الوائلي يعني راح يكون وزير؟ كل احترامي إلى معالي المستشار شيروان الوائلي، لكن لا أعتقد بالسهولة، قد تكون فيها صعوبة أبلغ حتى من كانت تسمى عقدة الفياض، لربما تكون هناك يعني أكثر. زين طيب، الكتل بناء متمسك بفالح الفياض، زين طيب فيصل الجربة من الوطنية، الوطنية من ضمن الإصلاح، نعم. مو أكو تمسك بالفيصل الجربة؟ نعم. أكو تمسك لحد الآن رجل مرشح وباقي. عموما القضية هي مو قضية أسماء مثل ما تفضل سيد محمد الحسيني، هي قضية في عقدة استراتيجية في العمل السياسي، الكتل السياسية لا زالت تلف ودور حول هذه العقدة، ما تريد تدخل إلى عمق هذه العقدة. نعم. فبالتالي حوارات من هنا حوارات من هناك، إذا ما يكون عندنا الحوارات تنتج لنا قرارا سياسيا، أنا أعتقد هذا كله استهلاك نعم. للوقت نعم. وما يكون مخرج إلى جمهور. نعم نتحدث بمظلومية الشعب، نتحدث إحنا إجينا من قبل الشعب، لكن هذه في قبالها شو راح نطل الشعب، شو راح نطل الناس؟ خلاص هذا الموسم راح يخلص، البروده ولطافه الجو، باكر جاي صيف. نعم. زين صيف باكر شو نقول للناس؟ نقول لهم والله احنا تحالفنا وسووا يعني شك شك يعني قال لك ينادوا سنتين سيد عادل عبد المهدي حتى يقدر ينفذ برنامجه الحكومي، المواطن إيه؟ يقدر يتحمس سنتين؟ صحيح اللي تفضل به استاذ محمد، سنتين على هل يعني هالفوضى السياسيه، هالفوضى التشريعيه، نعم، لكن ليش ما نذهب بالمسار الصحيح؟ نعم. اللي يخلص لها هاي السنتين يسوي لها على يعني مدى اشهر، ليش احنا بدنا نروح بالطريق الملتوي؟ ليش ما نروح بالطريق اللي هو اقصر نقطه بين نقطتين هو الخط المستقيم؟ نعم. نجي احنا نشارك الكتل السياسيه الاخرى ونتفق معاهم على قرار سياسي موحد، نعم. يخدم المنظومه البرلمانيه، يخدم المنظومه نعم. الحكوميه، يخدم باقي المؤسسات. نعم. أعتقد أختم وياك سيد محمد، راح نخرج يعني بقرارات سياسية ربما يعني تنطي أريحية للسيد عادل عبد المهدي، لون راح نبقى متمسكين
ربما قراراتنا في بعض الأحزاب. لا لا، إذا بقت الأحزاب بهذا الوضع مع قراءة واقعية لما يدور، أنا أعتقد لا أكو سناد إلى السيد عادل عبد المهدي ولا حكومة السيد عادل عبد المهدي راح يصير بها مخرج. نعم. إذا كانت البرلمانات السابقة بها مشكلات وأنتجت لي قوانين، فإن هذا البرلمان لحد الآن ماكو مؤشر ينطيني أنه راح يقدم لي للجمهور من ناحية التشريعية ومن ناحية الرقابية. فبالتالي أنا اليوم ما عندي مشكلة سياسية لا مع سائرون ولا مع الفتح ولا مع الكرد، بدليل السيد المالكي قال أني اللي تقدم لي شبرة تقدم لمتر، ومقصود به السيد مقتدى الصدر بالتقارب يعني من قبل السيد المالكي. أبدا ما عندنا مشكلة. اليوم عندنا مشكلة إحنا بالحراك السياسي الغير منتج. أكو فرق، اللي يتلقى خطابي هسه يقول قد أكو امتعاض. لا لا أبدا، أنا أريد مشخص نقطة الخلل وعندي نقطة حل. نقطة الحل أقول للكتل السياسية هذه نقطة الحل اللي عندنا يفترض أن نمضي بها حتى يكون عندنا مخرج إلى الجمهور. شكرا جزيلا سادة محمد. أريد أختم ست هيفاء، تتصورين لولا تقارب الفتح وسائرون أو تماسك إصلاح العمار هناك كتل تنوي إسقاط حكومة السيد عادل عبد المهدي أو تأخير إنجازاتها؟ لذلك اجتمعت الكتلتين ولحلحلة هذه المشاكل السياسية والعجلة بإكمال الكابينة وهذه النقاط التي ذكرتها، مجالس المحافظات واللجان. وكذلك ليس لا يجب أن ننظر للأمام، هناك مشاريع شرعت وقوانين شرعت في الحكومات السابقة ومراجعتها. شكرا جزيلا. بالختام أشكر ضيوفي وعندي كلمة، اتفقت الكتل، اختلفت الكتل، صار توافق، رجعوا اختلفوا، والمواطن ينتظر الأمن والاستقرار وينتظر القوانين اللي تخدمه، والله بس هاي ينتظرها، ومنتظر استقرار اقتصادي وفرص عمل، وكل اللي ينتظره مرتبط بنوايا السياسيين اللي ما راح يحقق له شيء إذا ما صدقت النوايا بيناتهم، ويبقى أمنيات العراقيين معلقة على مبادئ أحزاب ما تقبل تتنازل وتربط مصيرها العراق بقضايا مصالحها الشخصية. دول تقدمت والمسؤول اللي يقصر بيها يستقيل أو يقال، وإحنا عايشين بنص القيل والقال ونبحث عن مصلحة الوطن والمواطن، وإن شاء الله أكو من يتابع الأداء الحكومي ويحاسب الفاسدين. تصبحون على وطن آمن، في أمان الله.